ولكن الأسرة مصرح من خمسة الأسر وستة الأسر هذا خمسة الأسر وستة الأسر لم يشعروا لهم هنا ولكن هما يتخطي من هذه الأسرة هذه من المخيمة. اليوم احنا متواجدين بإقليم بوجدور مدينة بوجدور اللي عزيزة علينا لإعطاء انطلاقة لواحد البرنامج واحد المشروع اللي وجد مهم اللي كيتعلق بإعادة تأهيل ديال لوتيسمون ديال أمان واحد وأمان جوج. كما كتعرفوا هذا المشروع هو كتكميل للمشاريع اللي هي انطلقت في المدينة واللي من خلالها المدينة عرفت هذا الازدهار العمراني والحضاري اللي احنا اليوم كنشوفوه. تكميل المشروع اللي كان مهم اللي هو إعادة إسكان واحد الأسر اللي كانت تقريبا واحد 6000 أسرة اللي تعادت تكنت في هذا اللوتيسمون. ومن خلال هذا المشروع ديال الوزارة تم إعلان مدينة بدون صفح بطبيعة الحال بوجدور 2010. اليوم العدد الأسر اللي مستهدفة بهذا المشروع اللي عطينا انطلاقة ديالو هي 3500 أسرة. وملي كنقولو 3500 أسرة راه هي تقريبا خصنا نضربوها في خمسة، دونك تبارك الله كل أسرة راه فيها خمسة الأشخاص ولا أربعة خمسة الأشخاص، دونك هذا المشروع غيعود بالخير على هاد السكينة هادي. المجلس الجماعي هو دور المجلس الجماعي في هذه التهيئة هو الدور الوحيد اللي يمكن له يكون هي هذه الحياة، لأن الجماعة هي المسؤولة والجماعة هي اللي دافعت باش تكون والجماعة هي اللي متبعات تجهيزات هذه الحياة، لأنك أنت دارك إلى ما بنيتها راسك وجبت لها مقومات ما خارج لها جبال، إذا المسؤول الدار هي الجماعة، المسؤول الأول والتالي هي الجماعة، خالق يعني دفعة أخرى اللي عاونت الجماعة شنو هي؟ هي البرلمانية والبرلماني، المسؤول البرلماني من اللي عود رئيس الجماعة ومسؤول برلماني اللي يعرف منين يمرق منين يدخل كله يجيب لجماعته ما اللي ما يقدر يجيب لها برلماني بدون مجلس. هذا هو اللي بغيت نقول. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.